بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بينت في آية سابقة جرم من يوالي غير الله، وأنه قد يصل الأمر به إلى الكفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والكفر عقابه جهنم خالدا فيها أبدا، إلا إذا كان مكرها فيتقي منهم تقاة. فالتقاة للمكره، حيث يختار أخف الضررين وأهون الشرين. والآن نتحدث عن ندم من يوالي الكفار في الآخرة، عندما يواجه قدرة الله ويرى جزاء عمله السيء، فيقول الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه، يعني بينها وبين السوء، أمدا بعيدا. يوم تجد كل نفس جزاء ما عملت من خير، وجزاء ما تجده محضرا حاضرا لم ينقص منه شيء، فيجازي الله سبحانه وتعالى ويوفي الناس حسابهم، فلا ينقص من أجورهم شيء، بل الأعمال الصالحة يضاعفها الله من لدنه ومن فضله، فيعطي على الحسنة بعشر أمثالها. وإذا كان العمل في سبيل الله أو إنفاقا أو جهادا، يعطي الله ويضاعف الحسنة إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. فالعمل يضاعف 700 ضعف في الأجر، ولا ينقص الله أجرهم. وما عملت من سوء أيضا محصي عليها، لأن لدينا الملائكة تكتب أعمالنا فتنشر الصحف، وقد يكون بعض الكفار نسوا أعمالهم ونسوا سوءهم، ولكنه يجدونها محفوظ، لم يضع شيء، فيتذكرون أعمالهم السيئة، ويودون أن بينهم وبين هذه الأعمال السيئة أمدا بعيدا، مسافة بعيدة في الزمان والمكان. يود لو أن بينها وتود لو النفس البشرية المزنبة الآسمة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، يعني يخوفكم عقابه، والله رؤوف بالعباد، من رأفته بكم يحذركم حتى لا تقعوا فيما يسوءكم. فربنا تبارك وتعالى يحبنا، كما قال في آية أخرى: ما يفعل الله بعذابكم، يعني ما خلقكم ليعذبكم، لا، خلقكم ليحرركم من العبودية لغير الله، فتستشعروا طعم ولذة التحرر الحقيقي. ليس التحرر بأن تترك طاعة فلان وتكون مع فلان، التحرر أن تترك طاعة كل شيء، حتى أهواؤك إن جرتك إلى ما لا يحمد عقباه تتحرر منها، لأنها خرجت عن أمر الله، وتجعل ما تهواه تابعا لأوامر الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذه الحرية الحقيقية. أراد الله أن يحرركم، ولذلك حذركم حتى تنتبهوا إلى أنفسكم، ولا تقعوا في المعصية فتقعوا في المحذور وتقعوا بالعذاب. والله رؤوف بالعباد، شديد الرأفة والرحمة، لا يعاجل عليكم بالعقوبة، بل يترك لكم مدة في حياتكم الدنيا عساكم تتذكروا وتتفكروا وترجعون إلى الله تبارك وتعالى. فمن رجع عن ذنبه وعن خطائه قبل أن يرى ملك الموت يقبله الله أيا كان ذنبه. أما إذا استمر مثل فرعون، شاهد البحر ينفلق وشاهد المعجزات وأخذته العزة بالإثم، ده ينزل وراءهم في البحر يقتلهم، فدمره الله وجنوده. وأيضا كل فراعنة الأرض في العصر الحاضر لا يغترون بأن عندهم الطائرات والدبابات والكذا، هناك ملك الموت عندما يأتي لا تستطيع أن تحجزه بطائرتك ولا بدبابتك، هنالك
تأتي ملائكة العذاب فتسحب هذه الروح وتسل وتنتقل إلى ربك، فانتبه إلى ذلك. ولذلك قال الله تعالى وبين القاعدة الحقيقية التي يجهلها كثير من الناس حتى من بعض المسلمين مع الأسف، أنه الله غفور رحيم وخلاص، يتبع فلان يتبع علان. ربنا يبين لك القاعدة فيقول سبحانه، هذا سبب نزول هذه الآية، عندما جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نحب الله، فأنزل الله قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تحصلون أكثر من محبتكم أنتم لله، وهو محبة الله لكم، وهذا شيء مهم جدا. ليس المهم أن تحب، ولكن المهم أن تحب، أن تكون محبوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا رسولي، اتبعوا رسول محمد صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه من ربه من قرآن ومن سنة، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل أطيعوا الله في كتابه وأطيعوا الرسول باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا، إذا أعرضوا عن طاعة الله. بعض الناس والله صلى له كم ركعة ويمكن ما فهم كيف صلى، وربما يصلي السنن ويترك الفرائض والعياذ بالله تعالى. فهذا قد يظن نفسه لجهله أنه قام بالدين. لا يا أخي، الله ما محتاج لصلاتك، الصلاة تربطك بالله فتجعلك من المخلصين باتباع أوامر الله تبارك وتعالى. فإن تولوا أي أعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فأولئك هم الكافرون. ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى فإن الله لا يحب الكافرين. إذن يحبك الله إذا أنت اتبعت رسول الله فيما أنزل عليه من كتاب وسنة، وإذا عرضت عن أوامر الله وأوامر الرسول ولم تعمل بما أنزل الله وبما وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله تعالى، تكون من الكافرين، لأنك أنكرت الحق ولم تتبع الحق واتبعت الباطل وأطعت أهل الفساد والسوء. فإن الله لا يحب الكافرين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وأبعدنا عن طريق الكافرين، واجعلنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا لا بالكلام فقط. والحمد لله رب العالمين.